رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك، صفحة برنامج ولا تعسروا، اللي بنتلقى عليها أسئلتكم ونتلقى كمان عليها كل تعليقاتكم وكل تواصلكم معانا، اللي بيطور من برنامجنا وبيخلينا أكثر تواصلا وأكثر وجودا في حضرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأول سؤال معانا الأستاذ عرابي من الجيزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أبو إسراء يا شيخ عمرو. أهلاً وسهلاً يا أبو. لو أنا لسه فاكر يعني أنت حضرتك. أنا كنت دايماً أكلمك من نيجيريا، أنت ليك محبين كتير في نيجيريا. الله يرضى عنك ويبارك فيك ويحفظك يا سيدي. أنا افتكرت حضرتك بتشتغل في البترول. أيوه صح. إزاي حضرتك وإزاي الصحة والأوسط؟ أنا يا شيخ عمرو، أنا أول حاجة اسمح لي إن أنا أشكر بس القائمين على البرنامج. الله يبارك في حضرتك. الله يبارك لهم، وقمة الأخلاق وقمة الاحترام، والحمد لله أنا بفتح التلفزيون فلقيت الأسرة الكريمة متلفتة حوالين التلفزيون، فليك الحمد لله لك شعبية في نيجيريا كبيرة. الله يرضى عنك. الله يبارك في حضرتكم يا رب ويحفظكم يا رب ويديم عليكم الخير والبركة. وكويس أنت بترمضان في مصر بقى. طبعا. طيب ربنا يبارك لك ان شاء الله. طيب. ربنا يجعلك وانت ومن تحب ان شاء الله، ونحن معكم ندرك ليلة القدر، وان شاء أمين. الله ربنا ينور قلوبنا ويجعل أمين. رمضان ده يعيد علينا عواما عديدة، ويبارك لنا فيما بقي من رمضان، ويجعلنا من اهل ليلة القدر. امين يا رب. سعيد بسماع صوتك. الله يخليك. هو سؤال بس على طول كده. اتفضل يا فندم. انا في كان حاجة دبحتين كده، فانا مأجلهم عشان بعمل حاجة للمائدة. طيب. فمسموح ولا مش مسموح؟ بس مش اكتر ولا اقل. انت بتقول عشان التعجيل بفعل الخير؟ لا. اذا كان لمصلحه الفقير يعني. خلينا نقول ان حتى في الزكوات انا ممكن اخرج الزكاه، هخرج زكاتي وبعدين ابقى اعملها في شكل شهريات مثلا للفقراء. اذا كان ده في مصلحه الفقراء، بس لازم اخرجها من مالي. الله. اذا كان التاخير ده في مصلحه الفقير لا بأس. إذا طبعا. كانت التأخير ده لمصلحتي، لا خلينا نبقى نعجل بده، لأن ربنا سبحانه وتعالى يحب التعجيل بالخيرات إن شاء الله. متشكرين يا دكتور عمرو. أنا كتر ألف خيرك. والناس ما تنسيناش بس في الدعاء. الله يرضى. وتشكرنا بس القائمين على البرنامج يا رب. شكرا لحضرتك. كتر ألف شكرا خيرك. لحضرتك ألف شكرا يا باشمهندس. أبدا. شرفت وتنورت. معانا موهبة. أستاذة موهبة. أستاذة موهبة. طب هبه تقول لحضرتك يا استاذه موهبه. طيب متحاول تتصل مره تانية. بصوا يا ساده، احنا دلوقتي لازم نكون واضحين جدا ان مساله ان الطفوله دي، فالطفوله نعمه. الطفوله من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على الناس. ولذلك تجد حاجه غريبه قوي لما تيجي تحلل الانسان كده، تلاقي اكتر شرايط موجوده في الانسان. شرايط يعني ايه؟ اكتر محاور موجوده في شخصيتنا محاور الطفولة. احنا عندنا ثلاث محاور للطفولة. محور الاولاني محور الطفولة الطبيعية، ده بتاعت الفرح واللعب والنكت وكل حاجة، كل الشقاوة كلها هتكون في الطفولة الطبيعية. وبعد كده هيبقى عندنا الطفولة المتمردة. اشرب اللبن، لا اعمل ده، لا دي اسمها طفولة متمردة. وبعد كده تيجي الطفولة الايه؟ الطفولة المزعنة. اشرب لبن، حاضر حاضر حاضر، دي الطفولة المزعنة. فعندنا اكتر نص الشرايط اللي عندنا ونص المحاور اللي في شخصيتنا رحل الطفوله. ولذلك ايه اللي حاصل؟ الطفوله دي من اهم الحاجات اللي بتجدد حياه الانسان وبتخلي قلبه لين وبتخلي قلبه حنين. فالطفوله دي من اعظم منن الله سبحانه وتعالى على البشريه. الحاج ماهر اتفضل. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يوفقك في برنامجك العظيم ده. الله يعزك يا حاج ماهر. ذكر لي سؤالين بساط وبسرعة. تفضل. ذكرت في حديثك الآن أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لأم خالد وعشان كده طال عمرها. فعاوز يعني تديني لمحة بسيطة كده، هل فعلا الدعاء وصلة الرحم بتطول العمر رغم أن هو بيكون مكتوب في بطن أمه وهو جنين؟ هذا السؤال الأولين. نعم. السؤال الثاني بزف إليك أنت شخصيا، يعني بشرى عظيمة ولكل المستمعين وعن تجربة. أقسم برب العزة أنا أصلا مهندس، ولما ربنا كرمني وسافرت السعودية كنت فرحان جدا في شبابي، فكنت يوم الجمعة يا فضيلة الشيخ أصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام 1000 مرة، ممكن أجيبهم من بعد الفجر
حتى الجمعه او المهم لحد قبل المغرب. وكنتش لا اعرف ان اللي يصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام يشاهده ويراه في المنام. طبعا. لكن لما قال لي جالي بقى فكنت عاوز اقول لحضرتك تديني لمحه عن كان خلق السيدة عائشة تقول كان خلق القران. اكلمك كمان على ازاي الناس لما تشوف حضره النبي تعمل ايه. هقول لحضرتك. ايوه بص بقى حضرتك، وما ان سلمت عليه وما ان سلمت عليه فضلت الشيخ معايا سامع حضرتك كويس ويعني كلام حضرتك زي العسل. وما ان سلمت عليه قال لي قل يا ايها المدثر. فعاوزك تقول لي فيها حاجات. هقول لحضرتك تطمني. اقول لحضرتك على طول دلوقتي. اول حاجه ان صله الارحام بتطول العمر طبعا، بس هي ام خالد ما كانتش حضرت نبي دعا لها كده، دعا لها ان هي قبلي واخلقي يعني يطول عمرك، ده دعاء ما كانش ليه دعوه بصله الرحم قوي. لكن صله الرحم بتطول العمر، نعم، من اراد ان يبارك له في رزقي وينسى له في اجلي فليصل رحمه. في حضره النبي اللي قال لنا كده ان ده بيطور عمره مع حسن العمل كمان. كان العلماء حتى بيقولوا ايه، ان صله الارحام تطيل العمر مع حسن عمل، يعني يوفق صاحب صله الرحم ان هو يوفق الخير ويبقى من اصحاب الاخلاق الحسنى. بعد كده حضرتك كمان سالتني لما الواحد يشوف حضره النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له قل يا ايها المدثر، حضره النبي يبقى كده بيبشره بشويه حاجات. بيبشره بايه؟ بيبشروا بلطف الله سبحانه وتعالى وستر الله سبحانه وتعالى وكرم الله سبحانه وتعالى. لأن الحال اللي خوط بيها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان حال ماذا؟ كان حال شرف وحال تكليف. لكن مع ده كمان بيبقى فيه معنى من معاني أن الواحد لازم يبقى ثابت ويبقى في حالة من حالات الوثوق من وصل الله سبحانه وتعالى وكرمه. هو ده المعنى اللي ممكن يكون في هذه الحالة. معانا الأستاذة سحر. أيوة، السلام عليكم يا دكتور عمرو. اتفضلي حضرتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك يا دكتور أنا بحبك أولا في الله، أنا والدك الله يرحمه. الله يرضى عنك وإن شاء الله يجعلها في فسيح الجنات. يا رب يا رب، بتمنى من حضرتك الدعاء لها، يعني هي لسه ميتة. يلا ندعي لها ونقول له يا رب اللهم اجعل قبرها منزلا للأنوار ومهبطا للأسرار، واجعل قبرها مليئا بالنعيم ومليئا بنظر لطفك ورحمتك وبركاتك، واجعلها يا ربنا ممن مننت عليهم بالوصل الدائم وجعلت قبرهم مزارا لأهل المحبة ومأهل اللطف يا رب العليم، وفتحت لها بابا على الروضة الشريفة تزور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بكرة وأصيلة. احنا يا سادة لازم دايما نعرف ان احبابنا الذين انتقلوا دايما احنا في الوصال معاهم، وما كانش لولا ما احنا في وصال معاهم ما كانش حضره النبي صلى الله عليه وسلم علمنا احنا نبعت لهم الهدايا. ودايما يا رب اكرم من انتقلوا من احبابنا الى رحمه ربنا، واجعلنا دايما على وصال مع المولى المتعال، ونوصل الهدايا لاحبابنا. فاصل ونرجع نكمل معاكم اسئلتكم المباركه. رجعنا لحضراتكم ومعانا الأستاذة سحر. شكرا ان انت رجعت اتصلت تاني. احنا دعينا لوالدة حضرتك، كان عندك سؤال. ايوه يا دكتور، بقول لحضرتك يا دكتور انا دلوقتي لما باجي اختم الصلاة واقعد ادعي لها من غير ما ادري انا بعيط، ببكي بكاء شديد، فاللي حواليا بيقولوا لي كده حرام انت بتعذبيها، فهل هو كده حرام؟ هو مين اللي حواليك دول؟ يعني انت عندكم مجمع فقهي في البيت مثلا؟ لا. عندكم لا دار لا الافتاء في البيت؟ عندكم كفالة الشر يعني مركز للبحث الفقهي؟ قولوا لهم يسكتوا شويه، يتقوا الله سبحانه وتعالى. ايه اللي حاصل؟ انا اشرح لك بقى. هم يمكن فهموا من الناس غلط ان ايه اللي حاصل. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الميت يعذب ببكاء اهله، لا ده هو كان امرهم ان هم يولولوا عليه ويشقوا الجيوب لكن واحد بكى لان هو عنده شفقه على والدته، خلاص ما عندوش حاجه، ده انما هي رحمه زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مين بقى اللي احنا نحذره؟ الواحد اللي كل ما يجف الم ولا يجف حزنه يروح
يعني يروح حاكك الجرح بتاعه تاني عشان يرجع يبكي ويرجع يحزن. لكن لو انت زي ما انت بتقولي كده الوصف زي ما انت بتقولي كده بيجري الدمع على عينك من غير لا حالة من حالات التذمر ولا حالة من حالات الرفض ولا السخط، لا مفيش حاجة ولا انت آثمة ولا حاجة، واحدة ترفقوا بالناس الله يكرمكم. نعم معانا مين؟ أستاذ سحر لسه عندها سؤال تاني، تفضلي يا أستاذ سحر. أيوة يا دكتور، بقول لحضرتك يعني أنا دلوقتي هي والدتي كانت موفية، أنا محدش يصوت، واللي هيصوت عليا يبقى أنا بريئة منه. إحنا عملنا بوصيتة لحد صوت، لا بنصوت ولا بنقول كلام يغضب الله، بس إحنا أنا وأختي وأخويا يعني إما بنيجي نعيط إما بنيجي ندعي لها من غير تلقائيا بنبكي. طيب ما هو دي الرحمة، ما إحنا قلنا هي دي الرحمة، أنتوا عندكم أيوة شفقة عليها، صح مش كده؟ أيوة هي كانت بالنسبة لنا هي أب وأم، إحنا أبونا عايش بس مش موجود بحياتنا. يا ست يا ست يا ست أنا عايز أقول لك حاجة عشان بس نبقى بنتعامل صح مع المسألة. أنتِ دلوقتي أنتِ كارهة إن والدتك تروح تتنعم عند ربنا؟ أنتِ كارهة إن والدتك تروح في المنزلة الحسنة؟ أنتِ كارهة إن والدتك الله سبحانه وتعالى يناديها فتجيب؟ أنتِ كارهة إن والدتك تحس براحة وبسعادة وإن خلاص تشال من عليها الهم؟ كانت قاعدة هنا تعبانة ولا كبيرة في السن بتتعب لما تصلي وتتعب، لا راحت للراحة، فأراح الله سبحانه وتعالى. فبلاش يكون عندنا شعور الأنانية، وإذا كان أنت عندك شفقة خلي دعائك هو الشفقة بتاعتك والرحمة بتاعتك اللي أنت طلبها لأمك، وهو ده الأفضل. أستاذة أميرة من الجيزة تتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟ كل سنه وحضرتك طيب. نعم الحمد لله، وحضرتكم طيبين وبصحه وسلام. ربنا يديك الصحه يا رب يا شيخ. الله يكرم حضرتك، اتفضلي. بقول لحضرتك انا عندي استفسار عن حاجه بس. اتفضلي. كان جوزي، هو جوزي وليه اخين تاني، يعني هم ثلاث ولاد. طيب. فكان حماي الله يرحمه جاب عربيه يعني لاخوه الكبير، كتب يعني هو قال للكل يعني للناس الثلاث للعيله يعني. يعني هو لما اشترى عربية قال لي دي للثلاثة اصرف على كله يعني. طيب سؤال، كتبها باسم حد؟ كتبها باسم كبير. طيب وبعدين كملي يا فندم. كانوا هما الاثنين لسه مش متجوزين وهو الوحيد اللي كان، فكتبها باسم الكبير وقال للكبير وقال لهم كلهم العربية دي ليكم عشان تصرف عليكم. تمام. وبعد بقى الذهب بتاع مرات الكبير في العربية دي يعني ده، وراحت مرات الابن الكبير، استني بس عشان افهم، راحت مرات الابن الكبير راحت بايعه دعابه وحطها في العربيه. ايوه وبعدين تمام. وبعدين جه لما اشتغل هو بالعربيه دي وكان اخدها يعني هو بيشتغل بيها لنفسه اللي هو الكبير، اخدها لنفسه. طيب يعني بقى. يعني انت بتسالي بقى هو ايه حكم ان هو ما نفذش وصيه؟ مش الحكم، لما حماية توفى قوموا هم بيوزعوا الميراث، هو طالب ب 10,000 جنيه من كل اخ فيهم، قال ده ذهب مراتي بقى. طيب وايه تاني بقى؟ العربيه دي اصلا اتسرقت في مرض حمايه يعني، لما اتسرقت خلاص استعوضنا ربنا خلاص. طيب جه في توزيع الميراث طالب ب 10,000 جنيه من جوزي و 10,000 جنيه من اخو التاني، فاحنا دفعنا الفلوس، هل ده يعني ده صح ولا ده مش صح؟ لا ولا مش صح، لان هي لما حطت الفلوس دي ما حطيتش الفلوس على انها دين على كل واحد من اخواته، وهو لما كان العربيه مكتوبه باسمه دي ملكه هو، فلو كان حد مدين حد في مراته مديناه هو مش مدين اخواته. ليه طيب؟ لان هي لما دفعت الفلوس اي حد يعطي مالا بغير اشتراط اعاده هذا المال فهذا المال هبه. يعني انا اديت لواحد مال وبقول له خد الفلوس دي، هيحمل خد الفلوس دي على ان هي هبه. فهي ادت الفلوس لزوجها او ادت الفلوس ليهم، حتى بدل ما هي ما قالتش ان ده دين فهو مش دين، او بدل حتى الظروف ما قالتش ان هو دين فهو مش دين، يبقى هي ما لهاش حق ان هي كانت تاخد 10,000 من كل واحد، لان الفلوس اللي حطيتها في العربيه كانت بتساعد زوجها وكانت متبرعه بيها لزوجها بس. لكن هي ليها حق تاخد 10,000 دي، بس خلي بال حضرتك ان اللي بقوله لك ده عشان عارف ان في بعض الاحيان بيبقى في سنه مرازيه ما بين الاهل كده لما تكونش المسائل عمرانه. الكلام اللي بقوله ده على اللي انت قلتيه عشان ما ناخدش الحكم ده في مساله خلافيه ونقول ايه اللي حاصل او الشيخ قال. لاحسن تكون هي دفعت 30,000 جنيه
دفعت 30,000 جنيه وعامله ايه واخده عليهم وصولات امانه، او دفعت 30,000 جنيه وهم كاتبين لها كمبيالات بيها. لا، اذا هي كانت دفعت الفلوس بغير اشتراط يبقى خلاص هي متبرعه وليست دائنه. استاذ محمد من القاهره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟ ربنا يحفظك، ربنا يرحمك، الله يبارك لك. امين يا رب العالمين. مشكلة مراتي وامي، مشكلة كبيره جدا يعني. انا قلت لزوجتي في الطريق. قلت لزوجتك يعني انا بقى انا معلش اصل انا بقى سامع فيه في الصوت مش واضح قوي. انا حصل مشكله بين زوجتي ووالدتي. فقلت لمراتك انت طالق. هل يجوز ان انا اردها مثلا في البيت اقول لها انت رد يعني مش بس يجوز ولا اردها مني فيها ولا ايه؟ هي دي اول مره تقول لها انت طالق؟ اول مره. طب وكان قصدك ايه بانت طالق دي؟ انا قلت لها بالله انت طالق، المشكله حصلت بينها وبين والدتي، انا قلت لها انت طالق. بالقاف كده. هو يعني انا ليه حاسس ان هي طلاق يعني انا ماشي يعني. انا هجاوبك يا حاج محمد، بس انا ليه حاسس ان انت عندك وسواس؟ لا ابدا والله، بس انا مش يعني مش عارف اعمل ايه يعني من ساعه ما انت قلت لها انت طالق. انت قلت لها انت طالق كده بالقاف. طيب خلاص، وانت بتقول ان دي اول مره تقول لها الكلام ده. ايوه حصل. ايوه اول مره. ايوه هتشيل كلمه انت طالق دي من القاموس وما تجيش جنب ناحيتها خالص. ليه بقى؟ لان طالق دي الطلاق ده حرق للغيط وكب للزيت وهدي للبيت. انسى خالص الطلاق ده. طيب الحاجه الثانيه، انت قلت لها انت اسمع الطلاق كده. طب اسمع بس، اسمع وبعدين مراتك مالهاش دعوه. انت هم لما يتخانقوا مع بعض تهدي بينهم، مش تروح مطلق مراتك؟ عقلي شويه سيد محمد، بلاش التسرع ده. اما انك انت قلت لها انت طالق بالقاف وانت في كامل ادراكك ولا في حاجه مأثره عليك ولا في حد بيكرهك ولا في اي حاجه. انت سمعني يا سيد محمد؟ انا ما حصل عندي. اسمعني يا سيد محمد، اسمعني، وانت ما فيش طلاق عندي مأذون ولا اي حاجه ولا في خلع ولا في الكلام ده خالص. طيب انت بقى بتسال هل يمكن ان انا اراجعها في العده؟ طبعا تراجعها في العده، يجوز لك ان انت تراجعها في العده. نعم، يبقى اذا انت يجوز ان انت تراجعها في العده، تقول لها راجعتك الى عصمتي. هل ده يشترط فيه ان هي توافق؟ لا، لان هي في فتره العده ما زالت في حكم الزوجيه، وذلك لو حد توفي الثاني يكون ليه نصيب من الميراث لانه ما زال في حد الزوجيه. يبقى اذا انت يجوز ان انت تراجعها ما دامت في العده. بص يا سيدي، احنا اتكلمنا النهارده عن لطف حضره النبي، وتعالوا ننفع اكف الضراعه وندعي الله سبحانه وتعالى بدعاء مليء بالانوار ومليء بالبركات ومجرب في العشر الأواخر، ونقول يا سيدي ومالكي، يا من جبرت على الدوام كسري وفككت من نفسي أسري، أسألك بجودك الذي أخجل فؤادي من جمال ودادك وتدبيرك أن تنظر إلي فتقبل قلبي في قلوب أحبابك المقربين الذين تتجلى عليهم بأنوار محبتك فلا يشعرون إلا وقد غمست قلوبهم في أنهار رضاك، فطهرتهم من كل أكدارهم فعادت قلوبهم تتلألأ بجميل نور عطفك وحنانك. تعالوا نقوم مرة تانية الدعاء، نقول يا سيدي ومالكي، يا من جبرت على الدوام كسري وفككت من نفسي أسري، أسألك بجودك الذي أخجل فؤادي من جمال ودادك وتدبيرك أن تنظر إلي فتقبل قلبي في قلوب أحبابك المقربين الذين تتجلى عليهم بأنوار محبتك فلا يشعرون إلا وقد غمستهم في أنهار رضاك فطهرتهم من كل أكدارهم فعادت قلوبهم تتلألأ بجميل نورك وجميل عطفك وحنانك. يا رب اجعلنا دوما مع حضرة النبي، ودايما نقول له واحنا بننظر الى وجهه الكريم، وحقك يا حبيبي ان قلبي يطير اذا ذكرتك في خيالي، فكيف اذا رايت بام راسي جمال الحسن في احدى الليالي. يا رب بارك لنا في سيرة حضرة النبي ودايما نكون في يده، ويا رب ما تحرمنا ابدا ان احنا ندخل على حضرتك واحنا في ايد حضرة النبي وكمان نلنا شفاعته.
يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين.